تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبعد غياب استمر ل15 عاما، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة عن تفاصيل إقامة المعرض العربي للأسر المنتجة خلال الفترة من 5 وحتى 11 يناير بقصر القبة بالقاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية. جهود دؤوبة ومكثفة ان احنا نفتح ابواب جمهورية مصر العربية لفرص التسويق والترويج لمنتجاتنا وثقافتنا، التراث العربي الاصيل والحرف التراثية واليدوية. يعني احنا حريصين جدا على تسويقها داخل مصر وخارجها. سيادة الرئيس كانت توجيهات سيادته ان احنا نتوسع في ترسيخ قوة مصر الناعمة، التراث الحرفي جزء كبير منها، في توثيقه على مدى التاريخ. أرباب الحرف والأسطوات القدامى يجب أن نبقي على أثرهم وعلى عملهم الفني الجليل، وأن نتناقل هذه الحرف عبر الأجيال، مش بس عبر الأجيال داخل جمهورية مصر العربية، ولكن الخروج بها إلى خارج جمهورية مصر العربية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على مشاركة 12 دولة عربية بالمعرض وحضور 8 وزراء و11 سفارة عربية. بنحضر للمعرض بالتعاون مع جامعة الدول العربية. المعرض هيبقى فيه حوالي 150 أسرة مشاركة، 80 أسرة عربية و70 أسرة مصرية. هيبقى فيها منتجات متنوعة ما بين شغل الفخار والنحاس والصدف والإكسسوارات وكمان الكليم والسجاد اليدوي والمفروشات. يقام المعرض على مساحة 4000 متر، يضم 150 عارضا ويستمر لمدة أسبوع بقصر القبة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بالمجان. الإعلان عن انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة، والذي ينطلق